كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما من خلال الصباح نفتح هذه النوافذ على الأفكار الإنتاجية المختلفة، وهذا السودان هو زاخر بكثير من المواد الخام وكثير من الموارد التي يمكن أن تكون من خلالها جوانب مختلفة للنماء الاقتصادي. ودائما عندما أتحدث عن المنتجات التي يمكن أن تكون في المقدمة في حديثنا عن الاقتصاد، نتحدث عن الصمغ العربي وجوانب مختلفة لوجود الصمغ العربي في صناعات ومنتجات مختلفة، ولكن ما يستغل من الصمغ العربي هو أقل من 10%. فاليوم هو حديث خاص عن سلسلة القيمة للصمغ العربي وهذا المشروع، ويمكن أن يكون من إضافة في هذا الجانب. سعداء أن تحدثنا عن هذا الموضوع الدكتورة فائزة صديق، الخبيرة في أبحاث الصمغ العربي. مرحبا بك وصباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا. وخلينا بداية نتحدث عن الصمغ العربي كمورد سوداني. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الصباح الجميل، نحن نتحدث عن هذا المنتج الجميل الصمغ العربي وحزام الصمغ العربي في السودان. حزام الصمغ العربي في السودان هو طبعا بيمتد من الشرق للغرب، وهو بيشمل 13 ولاية أو 18 ولاية عندنا في السودان، هي ولايات شمال كردفان، جنوب كردفان، غرب كردفان، ولايات القضارف، ولاية النيل الأزرق، ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، وكسلة، وخمسة ولايات دارفور. فـ13 أو 18 هي تشمل ولايات حزام الصمغ العربي. حزام الصمغ العربي يعني مشهور بشجرتي الهشاب والطلح الاثنين، وفي عدد كبير جدا من أشجار الأصماغ المختلفة والراتنجات، في 16 نوع موجودة في حزام الصمغ العربي. برضو عندنا يمكن الحزام مش عبارة عن صمغ عربي وبس، يعني حزام الصمغ العربي بيمثل قاعدة موردية كبيرة جدا للمواطن السوداني، وهو بيمثل يمكن 550 ألف كيلومتر مربع مساحته، ودي بتمثل ثلث مساحة السودان الحديث، 27.6 من مساحة السودان الحديث، ودي مساحة كبيرة جدا. افتكر فيه يعني زيادة من 14 مليون نسمة، فيه حزام الصمغ العربي 6 مليون نسمة ديل شغالين في الصمغ تحديدا، فهو مورد هام جدا. وبفتكر انه يعني مش الصمغ العربي وبس، الفحم النباتي يمكن بيوفر الحزام بما يعادل 900 مليون دولار، بيوفر الأخشاب بتاعت الأساسات ومواد البناء بما يعادل 1.2 مليار دولار، يعني ان توتال اكثر من 3 مليار دولار. دي ما محسوبه، ناس الماليه ما حاسبين علينا. صح، ونحن استغلالنا لهذا الحزام ولهذا المورد قد يكون ضعيف جدا امام ما يمكن ان يقدم للسودان. أيوة، في امكانيات، وخاصه نحن بنتحدث عن مشكلات وتحديات في الاقتصاد، هي دي جوانب للمعالجات قد تكون. صحيح، خلينا برضو نتحدث عن موضوع استغلال المورد ده ومشكلاته. صحيح، المورد طبعا بتواجهه مشكلات كبيره جدا. اولا هي المشكلة التي تواجه منتج الصمغ العربي، يا جماعة يعيش تحت خط الفقر، ما عنده كل المقومات، كل البيزك نيد ما موجودة، يعني الناس ديل أساسيات الحياة ما عندهم، يعني توفر المياه، مياه الشرب حتى، يعني الطرق، الانفراستركشر الأساسية، التعليم، الصحة، كل الحاجات الأساسية ما موجودة عند مواطن الحزام، وده يمكن من الأسباب اللي بتخليه يهرب ويهاجر ويجي يفتش الذهب وين وين، ويخلي مناطق الإنتاج. فدي واحدة من المهددات الكبيرة جدا، ويعني ضعف قيمة الصمغ العربي، السعر خاصة لدى المنتج، دي بتأدي لأنه المنتج ده يزهد في هذه الشجرة القيمة المهمة ويقطعها ويحولها لفحم ويفوت يخليها زاد. فدي واحدة من يعني مشاكل رهيبة جدا. ده غير انه يعني نحن ما قاعدين يعني نهتم
بانه نطور الشجره ذاتها ونزيد الانتاجيه بتاعتها. في كميه من الابحاث، يمكن القائمين على امر الابحاث اشتغلوا شغل كثير جدا، في كميه من الابحاث اللي بتساعد في انه الانتاجيه تزيد. وده كله تظل سجينه الادراج، يعني سجينه الادراج والرفوف للاسف الشديد. ففي مشاكل كثيره جدا بتواجه. بعد ذاك التسويق مشكله كبيره جدا، يعني هسه الان انا هسه ممكن اسافر بعد شويه سنار، عندنا يوم حقل هناك، فالمنتج بينتج كميات وما بيلقى المشتري. واذا لقى المشتري في السوق العالمي، الصمغ العربي من اكثر المطلوبات طبعا، ولكن ده بيبقى مشكلتنا نحن دائما ولا عنده بديل. صحيح. وجانب اخر، لانه نحن يعني ذات طريقه الانتاج وطريقه اخراج الصمغ العربي لازلنا معتمدين على الطرق التقليديه. صحيح. غير انه تصدير هذا المنتج خام، يعني في جوانب مختلفه ممكن تكون ما في بروسيسنج. صحيح، ما في اي تصنيع، فبنصدره خام ما بنصنع، ما بنزيد القيمه، يعني ما في قيمه مضافه له، وده كله بيؤدي لانه في النهايه يعني بيكون ضعيف جدا، بيكون مهدر. يعني مهدر، يعني حتى الشركات بتاعه الصادر لما تبيع، لما تقارني السعر بتاع اللي هي بعد بيع في الفوب مقارنه بالسعر البرة اللي بيعملوا ري اكسبورت ثاني، ما في علاقه. صح. ما في علاقه، اضعاف مضاعفه. والمنتج المسكين ده 10% من سعر الصادر حقنا او اقل. ده بيقودنا مباشره للحديث عن المشروع سلسله القيمه. خلينا كمان المشاهد يعني يعرف معانا بنتكلم عن شنو لما نتكلم عن مشروع سلسله القيمه للصمغ العربي. ايوه، المشروع طبعا هو اسمه مشروع دعم سلسله القيمه للصمغ العربي، وهو بتنفذه الهيئه القوميه للغابات، ممول الاتحاد الاوروبي عبر الوكاله الفرنسيه للتنميه. بيعمل في 8 ولايات، اللي هي ولايات شمال كردفان، القضارف، سنار، النيل الأزرق، والآن أضيفت 4 ولايات في دارفور، 3 دارفور وبالإضافة للنيل الأبيض. يمكن التمويل بتاعه 20 مليون يورو، وهو بيعمل مباشرة بيستهدف كل أطراف سلسلة القيمة وأهمهم المنتج. يعني بنتعامل مباشرة مع منتج، جمعيات منتجي الصمغ العربي. هذه الجمعيات يعني نحن بنحاول ندرب المنتجين على كيفية الإنتاج بالطرق العلمية الصحيحة، على أساس أنه يطلعوا لنا منتج بالمواصفات المطلوبة عالميا، اللي هي بنسميها الجود براكتس أو الممارسات الجيدة. إنتاج بجودة عالية، بيكون نظيف ومجفف وبالمواصفات المطلوبة. أيضا المشروع بيعمل على الاستزراع، استزراع شجرة الهشاب وشجرة الطلح في منطقة الحزام، وبيساعد في عملية التسويق. يمكن واحدة من الإنجازات الجميلة أنا شايفة في المشروع ده، المشروع حاول يبني الثقة ما بين المنتج وشركات الصادر، ويخلق علاقة جميلة بيناتهم، ويوقعوا كونترات عقودات اسمها الزراعة التعاقدية. الشركات بتدي المنتج يعني زي تمويل قبل الطق وقبل الحصاد، والمنتج بيوفر للشركات منتج بالجودة المطلوبة. يعني فهي وين وين، يعني في يستفيد الطرفين مستفيدين. احنا بنعمل بس تيسير، نيسر بيناتهم، نجمع بيناتهم، نبني الثقة. في النهاية هم بيوقعوا العقود دي وبيبدوا الشغل ده مع بعض. فدي واحدة من الحاجات الانجازات اللي ساعدت المنتج كثير جدا، لانه المنتج في فترة الحصاد، فترة الطق والجمع، بيكون ما عنده اي مصدر بتاع الدخل. وعرفت انه في التجمعات للصمغ العربي والصمغ العربي في كثير من النساء. خلينا برضو يعني الحديث عن المرأة بشكل خاص وهذا التواجد الكبير في موضوع الصمغ العربي وإنتاج الصمغ العربي. ايوه، المرأة المنتجة طبعا، انا من هنا بحيي المرأة المنتجة وحيي المرأة السودانية عموما. المرأة المنتجة في حزام الصمغ العربي يعني يمكن عندها دور فاعل، هي موجودة في كل السايكل، الدورة بتاعة الإنتاج. يعني المرأة تقوم بجمع البذور، المرأة تقوم بعمل إنتاج الشتلات، الشتول بنسميها الشتول المنزلية والشتول المجتمعية، كل هذه تحت إدارة وتنفيذ المرأة مباشرة بعد التدريب. المرأة بتقوم برعاية الشتلات وبتحولها للفيلد للحقل، وبتزرعها هناك وبتساعد حتى في حمايتها، ولو زرعت حول الحرم البيت ولا حرم القرية بتقوم برضو بحمايتها.
في عملية الطق يمكن الطق صعب شوية على النساء، لأنه الطق بالطرق التقليدية القديمة بالفاس بيضطر المنتج يعني يطلع الشجرة ويعرض للشوك وكده، فالمرأة ما كانت بتخش في عملية الطق، لكن بتخش في عملية النظافة والتجفيف. الآن نحن قمنا دخلنا يمكن الهيئة القومية للغابات مع الأبحاث دخلت آلة السونكي يعني قبل فترة طويلة، لكن ما كان انتشرت، فنحن عملنا عليه إنه الناس تحاول تتبنى هذه الآلة. الآلة هي يعني نفس الفاس لكن عندها عصاية طويلة كده، فالمرأة هي واقفة في حتتها ممكن تقوم بعملية الطق، فالآن النساء أصبحوا يطقوا في بعض المناطق يعني، فبقت معناها موجودة في كل تفاصيل عملية الإنتاج المرأة، حتى على إطار الجودة المطلوبة ممكن تكون وبالجودة هي المرأة المطلوبة قادرة عليها. بالمناسبة دقيقة جدا المرأة، يعني دي حقيقة، يعني هي دقيقة جدا في التعامل مع الكواليتي الجودة يعني، حتى في الشغل بتاع المشاتل دقيقة جدا وحريصة وكوميتد، يعني عندها نوع من الالتزام ما عادي، بالإضافة لأنها هي موجودة في المنطقة، يعني دائما الشباب والرجال بيهاجروا في فترة الصيف وكده بيمشوا يعني يفتشوا الرزق من حتات تانية، لكن المرأة مستقرة. أنا بتذكر يمكن واحدة من دربنا الناس على إنتاج الشتور وكانوا كلهم رجال، طبعا المرأة عندها مشاكل أنا بتكلم عنها بعد شوية بتخليها دائما محدودة في أنه تحصل على التدريب والحاجات، فدربنا رجال وجينا نعمل زي متابعة بعد فترة طويلة عشان نشوف الشغل، فلقينا الشتول كلها تم إنتاجها بطريقة جميلة جدا. يلا وين الشباب اللي احنا دربناهم؟ اكتشفنا انهم ولا واحد فيهم ما في، كلهم عمل الشغل ده نساء. فسألتهم يعني احنا ما جبناكم للتدريب؟ قالوا اي احنا والله دربونا اولادنا اللي انتم دربتوهم، لانه هم عارفين انه التعليمية كاملة، لانه نحن عارفين اننا ما قاعدين، نحن قاعدين مستقرين وهم ما فيشين، فدربونا ونحن عملنا الشغل، كان حاجه جميله جدا يعني. المراه عندها المقدره على الالتزام، يعني يمكن واحده من الحاجات الجميله اللي انا لاقتني، احيانا بنقوم نديهم الريفول فند اللي هو المال الدوار، او بيكون في تسليف بتاع البري فاينانس بتاع الشركات، السداد المشروعات الصغيره، يس المشروعات الصغيره، السداد عند المرأة يعني دائما بيكون 100% يعني التزام أخلاقي يعني لدى المرأة، فهي تقود التنمية صراحة، يعني المرأة المنتجة تقود التنمية. ما زاد هذا المشروع على يعني في حسابات البحث، إذا تحدثنا عن إنه ما يضيف هذا المشروع نسبة للموجود كان من الطرق التقليدية وغيرها لإنتاج السمغ العربي، الإضافة التي يمكن أن يحقق المشروع. المشروع طبعا عمل يعني شغل كثير في قيمة مضافة، يمكن واحدة من الأشياء اللي أدت لأنه المشروع ده يسمى بمشروع دعم سلسلة القيمة، إنه نحن مستهدفين جميع أطراف السلسلة، جميع أطراف سلسلة القيمة في قطاع السمغ العربي، اللي هم بتبدأ من المنتج والتاجر والإيجنت والتاجر الكبير والتاجر الصغير والمصدر وحتى المستورد، نحن مستهدفينه ومستهدفين كل جهازات الصلة. ليه؟ لأنه يمكن في جاب يعني كبير جدا بين أطراف السلسلة، يعني ما حصل يوم من الأيام قعدوا مع بعض ولا في واحد من أطراف السلسلة عارف المشكلات التي تواجه الطرف الآخر، فدائما وأبدا بيكون في فجوة بيناتهم، ونحن يعني هدفنا لأنه الناس تقعد في مائدة مستديرة وكل طرف يعني يحاول يتعرف على المسؤوليات والأدوار بتاعة الطرف الآخر والمشكلات صح. التي تواجه الطرف الآخر وكيفية الحلول بوين وين صح، ونحن بنتمنى انه دائما تكون هذه الحلول متوفره لانه نستفيد من هذا المورد بالحد الاقصى صح. شكرا جزيلا دكتور فائزه صديق الباحثه في مجال الصمغ العربي، وكان حديث اليوم عن هذا المورد العظيم للسودان في الاقتصاد الصمغ العربي، ومعه نختتم صباح الشروق لليوم الذي نتمنى دائما ان يكون بدايه موفقه ليوم موفق للجميع. هذه تحياتي وفريق العمل، في امان الله.